يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا وجد نقط يسيرة من الطامس أو الغراء أو البوية على بشرة الإنسان، فهل تمنع صحة وضوئه؟ نعم، إذا كانت تتجمد على الجلد ولا يصل الماء إلى ما تحتها فإنها تمنع صحة الوضوء، لأن ما تحتها لم يبلغه الماء بقي. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يحسن وضوءه، أن يرجع ويحسن وضوءه. نعم. وهل اليسير الذي دون الظفر يعفى عنه؟ لا، ما يعفى عنه ما دام أنه شيء يغطي ولو كان يسيرا، يزال عليه أنه يزيله قبل الوضوء. نعم.